حتى لو كنت شخص غير مهتم بالفن التشكيلي، إلا أنك أكيد في يوم من الأيام صادفت بورتريه من أعمال فريدا كالو المشهورة بملامحها المميزة. فهي بلا شك الفنانة الأكثر شهرة في التاريخ الإنساني، اللي على الرغم من ألمها الجسدية والنفسية إلا أن أعمالها عكست روحها القوية، فتحولت بعد وفاتها لرمز وأيقونة للمرأة القوية. وقصة حياة الفنانة دي ممكن تتحكى بطريقتين، طريقة تبان فيها ملاك مظلوم بريء، والوجه التاني يبان قد ايه كانت شخصية غريبة جدا ومثيرة للجدل. فريدا كالو فنانة مكسيكية تولدت سنة 1907 في العاصمة مكسيكو سيتي. نشأت في وسط أسرة مميزة، فأبوها كان رجل ألماني يهودي الديانة وأمها كانت مكسيكية كاثوليكية، إلا إن حياتها بقى كانت أكثر تفردا من اسمها. فبعمر 6 سنين أصيبت بمرض شلل الأطفال اللي تعافت منه، ولكن ساب لها إعاقة دائمة، فكانت رجلها اليمين دايما أطول من رجلها الشمال، الشيء اللي كانت دايما بتحاول تداريه من خلال لبسها الواسع والطويل. وفي المرحلة الثانوية قررت ان هي تشترك في مدرسة عريقة جدا لدراسة الطب. المدرسة دي كان فيها اكتر من 2000 طالب من الذكور، ويدوبك حوالي 35 طالبة من البنات. وفي المدرسة دي اتعرفت على حب حياتها دييجو ريفيرا، وهو بينتر مشهور جدا كان في وقتها بينفذ لوحته الجدارية اسمها The Creation او الخلق في نفس المكان. وبعمر 18 سنة حصل لها كارثة مروعة، فكانت راكبة الباص خبط في الترام وحصل اصطدام عنيف جدا ادى الى ان نص عظام جسمها تكسر بدون مبالغة. بعد الحادثة دي في كتير من الدكاترة شافوا انه مستحيل ان هي تتعافى منها، الا ان بعد عدد كبير من العمليات اول ما فاقت اول طلب طلبته من والدها ان هي عايزة ادوات ترسم بيها، فوالدها ساعدها وصمم لها ستاند خاص للرسم وحط لها مراية في السقف بحيث انها تقدر ترسم نفسها وهي قاعدة. دييجو ريفيرا من اول لوحه رسمتها اعجب باعمالها جدا وشجعها على الاستمرار وتطوير نفسها. العلاقه ما بينهم اتطورت وانتهت بالجواز في عمر 22 سنه. في الوقت ده كان دييجو عنده 43 سنه. العلاقه دي كانوا بيسموها elephant and dove، يعني الفيل والحمامه. فدييجو كان شخص عملاق وكان ليه نزوات وعلاقات كتيرة جدا قبلها، وفريدا كانت لسه يدوبك قادرة تقف على رجليها وفي بداية طريقها الفني. وعلى الرغم من حبهم لبعض إلا إن حياتهم كانت مليئة بالصراعات والخلافات والخيانات كمان. فريدا كانت شخصية محبة للحياة وحنونة جدا، وكانت بتحب الحيوانات الأليفة. هنلاحظ ان هي رسمت لنفسها 55 بورتريه خلال حياتها. معظم البورتريهات دي هنلاقي معاها أشكال لحيوانات زي الكلاب والقرود والبغبغان. دييجو لم يكن الشخص الأجمل في العالم، إلا أنه كان شخص كاريزماتيك جدا، فكان بيجذب دايما أي حد بيتعرف عليه، وكمان كان عنده الفكر الخاص. فهو كان شخص شيوعي يساري اشتراكي. في الوقت ده كانت المكسيك في حالة من الثورة الاشتراكية، وهو كان من الداعمين للثورة دي، وده لاقى إعجاب فريدا، وبيبان كمان تأثرها بالفكر اليساري ده في كتير من أعمالها الفنية. مع مرور الوقت كان عندها رغبة شديدة في الإنجاب، إلا إن كل محاولتها فشلت، فجسمها كان ضعيف جدا، وبسبب ده جالها اكتئاب هنلاقيه واضح في أحد أعمالها هنري فورد هوسبيتال اللي نفذتها بعد إجهاض حصل سنة 1932 في مدينة ديترويت الأمريكية. ففريدا رسمت نفسها بجسد ملتوي بيعبر عن جسمها الضعيف المكسور، ومرتبط بجسمها بالحبل السري العديد من العناصر زي رسمة لطفل، ورسمة تانية لحلزون بيعبر عن بطء عملية الإجهاض اللي استمرت وقت طويل، ومن تحت هنلاقي حبل سري تاني مرتبط بشكل عظام بتعبر عن الحادثة اللي حصلت لها زمان وهي اللي سببت المشاكل دي كلها، وحبل سري أخير مرتبط بشكل وردة من الأوركيد على شكل رحم كان أهداه لها دييجو قبل كده. وهنا هنلاحظ أسلوب فريدا المميز اللي كان فيه كتير من الرمزية. وعلى الرغم من ان كتير من النقاد اعتبروا في حياتها ان اعمالها تعتبر اعمال سريالية، الا انها بنفسها نفت ده في مذكرتها اللي قالت فيها: هم يعتقدون انني سريالية ولكن هذا غير صحيح، فانا لم ارسم ابدا الاحلام، انا فقط ارسم الواقع الذي اعيش فيه. فريدا انتجت اكتر من 150 لوحة بتعبر عن مشاعرها وألمها اللي كانت بتشعر بيها، فعبرت عن معاناتها من العمليات الجراحية التي لا تنتهي وحالات اكتئابها والخيانات اللي كانت بتتعرض ليها. سنة 1939 بعد مشاكل كبيرة بينها وبين زوجها انتهت بطلاق مؤلم، رسمت احد اشهر اعمالها The Two Fridas او الفريدتان. اللوحة دي هنلاحظ ان هي اتعملت بحجم كبير،
خد بالكم فريدا كانت صحتها دايما تعبانة، فكانت دايما لوحتها حجمها صغير لان معظم لوحتها رسمتها وهي نايمة على السرير. على العكس من ده هنلاقي ان اللوحة دي اتنفذت بالحجم الطبيعي تقريبا، وهنلاحظ تأثرها شديد جدا بطلاقها من زوجها. اللوحة دي هنلاقي شخصيتين لفريدا مرتبطين عن طريق الوريد ببعض وايديهم ماسكة بعض، فريدا على الشمال بقلب مكسور وبايديها التانية ماسكة مقص على وشك ان هي تقطع البريد ده، فريدا القوية على اليمين بقلب كامل ومعها رسمة لدييجو. وبعدها يدوبك بسنة سنة 1940 تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير، فرجعت تاني المستشفى وتفقد احد ارجلها بسبب الغرغرينة. في الوقت ده طليقها عرف فراح لها المستشفى وعرض عليها انه يرجع لها تاني، وهي وافقت وتجوزوا للمرة التانية. في ايامها الاخيرة استطاعت انها تحضر افتتاح معرضها الاول اللي كانت دايما بتحلم بيه في بلدها المكسيك، حضرت وهي نايمة على السرير. فريدا انهت اخر لوحة ليها قبل 8 ايام فقط من وفاتها. اللوحة دي كانت عبارة عن تكوين بسيط لكن بمشاعر معقدة، سميتها ووتر ميلونز، لكن مع الوقت اشتهرت بالمقولة اللي كتبتها بنفسها على اللوحة وهي فيفا لا فيدا، المقولة دي اللي كتير من المغنيين هيستخدموها في أعمالهم بعد كده. ويمكن كتبت على فراش الموت: أتمنى أن تكون النهاية سعيدة وأن لا أعود أبدا. وسنة 1955 اتوفت في منزلها ذا بلو هاوس اللي هيتحول لمتحف بيزوره كتير من الناس لغاية دلوقتي. فريدا كالو من وهي صغيرة كانت شخصية مثيرة جدا للجدل. من اول لبسها فكانت كتير بتحب ان هي تلبس زي الولاد، الا ان بعد الحادثة المفجعة اللي حصلت لها وبداية رغبتها في الرسم والتصوير كانت حابة ان اعمالها دي تنتشر. فخلال فترة تعافيها ابتدت ترسم بورتريهات، لما عرضتها على دييجو اعجب بيها جدا وشجعها على الاستمرار. وعلى الرغم من ان كتير من الناس لاموا زوجها على خياناته المتكررة، الا ان هي كانت عارفة ده كويس، فدييجو لم يكن ابدا زوجا جيدا. فزواجه مرتين قبلها انتهى بالطلاق بسبب خياناته المتكررة، وهي كانت عارفة ده. وكمان لما اتجوزوا اخدها معاه لرحلاته برا المكسيك، فابتدت تتعرف بين الأوساط الفنية. ده ادى ان خلال حياتها متاحف كبيرة جدا زي اللوفر تقتني اعمالها. واه صحيح دييجو كان شخصية صعب ان حد يستحملها، الا ان هي كمان ما كانتش الشخصية السوية، فهي كمان خيانتها كانت مستمرة مع كتير من الشخصيات المعروفة والمرموقة من الرجال والسيدات. ويمكن كرد فعل على خيانات دييجو المتكررة لها، انتقمت منه بعلاقة غريبة جدا مع ليون تروتسكي، الشخص اليساري اللي كان هربان هو وزوجته من روسيا ولجأ لبيت فريدا، الشخص اليساري اللي كان معرض للاغتيال. وللأسف علاقتها غير المشروعة معاه أدت ان الراجل ده هو وزوجته يسيبوا البيت ويعيشوا في منزل تاني غير مؤمن، ونتيجة لده للأسف الاتنين فقدوا حياتهم بطلق ناري.